هلو يا امارات، يلا نعمل تنظيف عميق للبشرة. انا اخترت دكتور سارة كلينيك علشان دي افضل دكتور بتعمل تنظيف بشرة عميق بضمير قوي يا جماعة. اول حاجة طبعا بنغسل وشنا كويس جدا، وبعدين بنحط سكراب للبشرة. السكراب ده بيبقى حبيباته خفيفة على البشرة، ما بيبقاش مقشر كده صعب تشيليه، لا بيبقى حبيباته خفيفة جدا عشان ما يجرحش بشرتك. بعدين بنفتح البخار عشان نبتدي نفتح مسام البشرة عشان تقدر تستقبل كل حاجة. هنا بقى بنشيل كل الهالات بقى والحاجات بتاعه البشره، الجلد الميت وكمان البثور السوداء والبثور البيضاء. الجهاز ده خطير يا جماعه، بينظف البشره بعمق جدا. احنا بنعمل كل الخطوات دي علشان بشرتنا نجهزها تستقبل الماسكات بعد كده. ده بقى احدث جهاز في تنظيف البشره عموما، اسمه H2O2. ده بقى بيعقم البشره، فاحنا هنا بنعقم البشره كويس جدا علشان تبتدي تستقبل الماسكات. وده اول ماسك هنحطه، ده برضو شبه السكراب كده، بنسيبه نص ساعة على البشرة وبينظف البشرة بعمق فظيع. وبعدين نبتدي نحط الحاجات اللي بعده. الديرما بلانينج بقى بعتبرها اهم خطوة من خطوات تنظيف البشرة بعمق. ليه بقى؟ لانها المسؤولة عن تنظيف البشرة، بتشيل الجلد الميت، بتشيل خلايا الجلد الميت، كمان بتنظف البشرة بعمق، بتشيل البثور السوداء والبثور البيضاء. احنا طلعنا بلاوي من البشرة يا جماعة. حتى لو مهتمية ببشرتك جدا وبتعملي لها روتين، في حاجات كتير هتطلع انت ما تعرفيش حاجة عنها، فعشان كده بعتبرها مهمة جدا، اهم خطوة تقريبا. المنكس قبل اي مناسبة، يدي نضارة فورية حلوة جدا، يدي جلو للبشرة حلوة قوي. احنا بنحط عليه سيرم، بنحط عليه المادة الفعالة بتاعته اللي بتساعد الانزيم اللي جواه ان هو يبدأ يتفاعل على البشرة. هو كمان فيه طحالب بحرية بتساعدنا ان احنا نعمل سكراب خفيف قوي كده، يدي نضارة حلوة جدا. نقعد نعمل له مساج شوية، يعني بس شايفين الفرق من قبل ما الجلسة تخلص؟ وبصوا بشرتي عاملة ازاي، بتلمع يا جماعة بجد فظيعة. عايزة اقول لكم طبعا من غير اي فلتر، فظيعة بجد. هنا بقى احنا بنحط ماسك تاني او كريم يعني مرطب للبشرة، وهنا ده الجهاز اللي بيخلي الكريم ده يتوغل جوه البشرة، يعني يخش جوه خالص بقى بعمق، يعني عشان تفهموا تفاصيل الجلسة كاملة. ده برضو فظيع. ان هو استخدام مره واحده وبيتفتح قدامنا جديد. نبدا نخرجه. دي بقى مجموعة فيتامينز بتتحقن في البشرة بالديرما كده علشان تدي نضارة فظيعة للبشرة. دي حلوة جدا يا جماعة، دي شبه الديرما بن عادي، بس ايه، مجموعة نضارة فيتامينز كده بندخلها جوه البشرة بس. بعدين بنحط الماسك ده، ماسك الباندا، عشان ايه، نضارة اكتر بقى. إيه يا جماعة، والله دكتور سارة بتعمل تنظيف البشرة، يعني انا عمري ما شفت حد بيعمل بضمير قوي كده. انا عارفه حبيبتي ان انت يور فيري بيزي وعندك من شغلانه وشغلانه وكل ده حاجه كويسه، بس معقوله يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعه واحده حتى تروحي سبا؟ سبا ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابه، ان اللي سبا ايه ده؟ مش حاجه حرام على فكره، كل البنات بتروح، قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي في ساونا تعملي مراكن باث. طب ما عادي، من كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه ورده مزنهره. مرة واحدة بس في السنة بتروحي عشان تطلعي وردة مصنفرة؟ مصنفرة ايه؟ بقولك مزنهرة زي الفلاور كده. اوكي، طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيلي؟ وانا لا يا الشطف، وبعدين انت عارفة الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحة تعملي شعرك في بنزينة؟ بنزينة؟ انت طب التريقة في بنزينة يا نيلي؟ انا مخنوقة بجد. دكتور النتيجة أبهرتني، أنا بعمل تنظيف بشرة كتير في أماكن كتير، بس ولا مرة وصلت النتيجة القمر دي. الحمد لله. احنا كمان عاملين حبيبتي نورتينا، واحنا فرحانين ان انت كنتي معانا النهارده. عاملين كمان خصم 10% لأي حد يجي تبعك ويدينا البرومو كود بتاعك، واحنا هنعمل خصم 10%.
تمام يا جماعة، هكتب لكم البرومو كود بتاعي، واي حد هيجي له خصم 10% بمناسبة العيد. وعلى فكرة دكتور سارة بتعمل عروض طول السنة. بالظبط كده, كده يا دكتور. بالظبط، ونفس الماتيريال اللي بنستخدمها في العروض هي بنستخدمها في الجلسات بتاعتنا، مفيش فرق ما بينها خالص. ده حقيقي اصلا دكتور سارة يا جماعة بتعمل كل حاجة بضمير قوي، بتعمل كل حاجة كمان بنفسها جدا، فبجد انا النهاردة اتدلعت. احنا مبسوطين قوي ان انتي كنتي معايا. ميرسي قوي يا دكتور.